السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة وعنوانها متلازمة ستوكهولم، فبسم الله نبدأ. في العام 1973 ميلادية قامت مجموعة من اللصوص بعملية سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة السويدية ستوكهولم، لكن قبل أن يستطيعوا الهرب مع مسروقاتهم قامت الشرطة بمحاصرة المكان. فكرت العصابة وقتها وكان ليس لديهم حل سوى بلان بي. الخطة البديلة كانت هي أن يقوم اللصوص باحتجاز الرهائن والتهديد بقتلهم في حال أن الشرطة اقتحمت البنك. بعد أيام من هذا الحال وهذا الحصار يئس اللصوص من الفرار، فقاموا بتسليم أنفسهم وإطلاق سراح الرهائن. الغريب في الموضوع أن المخطوفين تعاطفوا جدا 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 مع الخاطفين. طيب كيف تعاطفوا معهم؟ هقول لكم أيضا. أولا تحدثوا في الإعلام عن حسن تعامل الخاطفين. ثانيا رفضوا الشهادة ضدهم في المحكمة، أبدا لن يشهدوا ضد الخاطفين. ثالثا وهو الغريب وكلوا محامين للدفاع عن الخاطفين. رابعا جمعوا لهم تبرعات لمساعدة أسر الخاطفين. وطبعا بعد أن قضت المحكمة بسجنهم لأنه كان في شرطة وكان في شهود، ماذا فعلوا؟ طالبوا بالإفراج فورا عن الخاطفين. طبعا هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام حول العالم، فقام الباحثين بعمل دراسات لمعرفة سر هذا التعاطف، فكانت النتيجة أن 8% من المخطوفين حول العالم تعاطفوا مع خاطفيهم. وهنا ظهر تصنيف نفسي جديد يسمى متلازمة ستوكهولم. هذه المتلازمة تعني قيام ترابط شخصي قوي بين الخاطف والمخطوف، والسر أن المخطوف أطاع أوامر الخاطف فقام الخاطف بالاعتناء به. طبعا هذه المتلازمة لا تنحصر في عمليات الخطف فقط، تنطبق على تلك الزوجة التي تتعاطف مع زوجها الذي يهينها ويشتمها وقد يضربها أحيانا فقط لأنه ينفق عليها ويؤويها، وتنطبق أيضا على ذلك الموظف الذي يتعاطف مع مديره مع العلم يقسو عليه ويقلل من أهميته فقط لأنه لم يطرده من عمله ويقطع رزقه. وأيضا تلك المتلازمة تنطبق على ذلك المواطن المغلوب على أمره الذي يتعاطف ويحب جدا ذلك الحاكم الفاسد فقط لأنه ترك له المجال لكي يتنفس ويمشي في أرض الله. فكم من شخص في هذا العالم لديه متلازمة ستوكهولم؟ وفي أمان الله.